لكم مشاهدينا الكرام مع الضيف تاعنا فيصل ميهو ببطل رياضة كمال الأجسام، والتحقت بنا في البلاطو مدام مينا حملاوي. ياك ما غلطش في الاسم ولا مينا حملاوي؟ مدام مرحبا بك. مدام كنت هضرت مع فيصل شوية على السوجي تاع اليوم اللي راح نطرقوا له، لكن ماذا بينا نسمعوا القصة من عندك. هي قصة مسيو مصطفى. دونك انا اليوم جيت على مسيو مصطفى باسكو مسيو مصطفى هذا 10 سنين خرج من داره وخلى مرته وبناته. مرته كانت مريضه ومسيو مصطفى كان يمس المخدرات. دونك واش صرا في باله في راسه باغ لو مونك دو مويان، ما كانش عنده بوكو دو مويان، ما على باليش. مي من بعد رجع 10 سنين بعد رجع. كي رجع بروميير دي شوز راح يحوس على بناته ومرته، راح ما لقى حتى واحد. دونك هادوما صافي 2 ans et demi 3 ans هو يحوس على بناته. لقاهم مش حوس لا فامي bon. ما لقاش. وكي جا لينا الجمعيه بون ولينا نعرفوه هيتو صديق. انا جيت ليكم باسكو على بالي هاد ليميسيون بالك تقدر تلقى ان شاء الله بناته باش نجملو الشم اللي اي صديق مسيو مصطفى صافي 6 mois il a fait une tension oculaire. Donc il a presque perdu les yeux. قالوا واحد 4% هكذاك. دونك لو كان نقدروا نهضروا على الحكايه مدام سيكو، حتى بناتو متضرين وهو متضرر، لكن احنا دائما نقولوا نخلوا نافذه تاع الخير وتاع التصالح مفتوحه. ان شاء الله يعاوننا فيصل ميهوبي بيان سور حاضر معنا اليوم. ان شاء الله. دائما نهضروا على المشكل تاع المخدرات. صح، المشكل تاع المخدرات راهو كما نقولوا احنا كارثه. باسكو المجتمع تاعنا حاجه الاولى اللي ما يسبش واش يدير في حياته، يروح ديريكت لهذاك الشيء. اصور ما نقولوا احنا لونتوراج اللي داير به. صح، لونتوراج هو صح. الا كان نقولوا احنا لقى مشاكل في الدار مع العائله تاعو من هنايا، يولي تلقاه دائما في برا. في برا بعد الاصحاب اللي داير بهم ومنا هما اللي يدوه لهذاك الشيء. صح، حتى يصيب روحه نقول لك في عالم واحد اخر كاع. دونك بالك هذا ميساج اللي نوجهه للاباء انه يعشوا ولادهم عام انهم يدوروا. ما نقولوا احنا نولوا ثاني كيف نزيدوا لهم ما عندوش وين يروح، ما كاش بلايص كيما نقولوا ترفيهيه وين يريح، يروح لصال تاع سبور يقول لك انا باش نخلص 200 الف 300 الف ما عنديش. احنا نقولوا لهم هادو اللي عندهم اصحاب لي سبور اجبدوا ليكم هادو اصحاب مخدرات، معليش ما يخلص جيبوا لعندك بصح ربيه ردوا للطريق الصحيحه. انا قلت لهم كون يا طولي صاله، قلت لهم نقدر نحي لكم 1000 شخص تاع المخدرات نردو مسقم سواسوا. ان شاء الله. احنا دونك سيت ان ميساج اللي خلاه لنا فيصل ميهوبي انه دائما له اولادكم ودخلهم في الرياضه ولا في اي مجال. مدام حملاوي نعاود نولي ليك، انت جيتينا للبرنامج لهنا باش قلت لنا عاونوني باش نلقاو بنات مسيو مصطفى. نعم مسيو مصطفى. يلا مشاهدينا نروحوا جينجل نشوفوا الى فريق نجم وحكايات قدر يلحق لبنات مسيو مصطفى.